معانا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن عادل مشرف ومنور كالعاده. مساء الفل يا حبيبي، اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير. انت اخبارك ايه؟ وحشنا. وحضرتك طبعا كالعاده يا كابتن عادل. الاهلي امبارح قدام المريخ قدر يفوز، بس رغم الفوز لسه الناس مش مرتاحه للاداء قوي، راي حضرتك ايه؟ طب بص، عايز ارجع بس للبطوله اللي فاتت واللي قبلها. يلا بينا. النادي الاهلي بيمر في الوقت ده من السنه بظروف صعبه، بمعنى النادي الاهلي لعب بطوله كاس العالم للانديه، لعيبه المنتخب من شهر 12 بطوله عربيه، وبعدين بعد البطوله العربيه راحوا البطوله الافريقيه، وبعد البطوله الافريقيه كاس العالم للانديه. فعندنا مشكله بيبقى في الوقت ده، الوقت ده بيبقى وقت ارهاق، وبالذات النادي الاهلي لما بيتحط له في نص الجدول للمباريات المؤجله لانه ما بيلعبش، فبيتعب في البدايه، في بدايه حتى لو رجعت البطوله العاشره والبطوله التاسعه، النادي الاهلي وصل للدور اللي بعده بيوصل الثاني كتاني مجموعه، وده حصلت في البطولتين اللي فاتوا. فالنادي الاهلي ده متعود على كده لانه في صعوبه في الوقت ده بدنيه وفنيه، بيتعب لانه بيلعب مباريات عدد كبير قوي، وعنده اكتر من لاعب في المنتخب القومي. فعشان كده النادي الاهلي لما بيوصل بعديها للادوار الدور اللي بعده بيبقى فيه اريحيه شويه، وبيقدر يعمل نتائج طيبه وبياخد البطوله ان شاء الله. وهفكرك ان شاء الله ان احنا ان شاء الله النادي الاهلي ممكن ياخد البطوله ان شاء الله يعني. طيب بص يا كابتن عادل، انا اتفق معاك على فكره انه الاهلي يمر بحاله بدنيه مش عظيمه طبعا بسبب ضغط المباريات الكثيره جدا، وكمان لاعبي النادي الاهلي كانوا موجودين مع المنتخب وتراحم البطولات وكل شيء. بس انا لما اجي ابص على قائمه النادي الاهلي، لا مليانه لاعبين. يعني مثلا ليه محمود وحيد ما يشاركش شويه وعلي معلول يرتاح؟ ليه ميكي سوني ما يشاركش؟ حسين الشحات وطاهر محمد طاهر اوريدي ما بيشاركوش كتير. الدفاع في خط دفاع النادي الاهلي بيبقى يحصل فيه تغييرات، محمد هاني شويه، كريم فؤاد. فانا برضو في بعض اللاعبين اللي ما اقدرش اقول عليهم مرهقين بشكل كبير، باستثناء مثلا علي معلول، عمرو السوليه، حمدي فتحي، دول اللي ممكن تقول عليهم مرهقين. حتى قفشه قعد فتره ما بيلعبش، وكان احمد عبد الهادي اللي بيلعب. فبرضو في لاعبين كتير ما ينفعش احط جنبهم مرهقين. تتفق ولا تختلف؟ لا، خد بالك بقى في نقطه الناس ما بتاخدش بالها منها. اتفضل. مش كون ان اللعيب ما بيلعبش كتير فكون انه يكون جاهز 100%. في حاجه اسمها بيبقى عنده الحته اللي هي البعد عن الملعب فتره طويله، والنادي الاهلي نادي بطولات، والنادي الاهلي نادي لا يقبل الا المكسب والفوز. حته التدوير اللي انت بتتكلم عليها ما بين اللاعبين في الانديه الكبيره ما بتبقاش بالصوره اللي انت متخيلها، بمعنى لما اللعيبه بتروح تلعب، لعيبه المنتخب واللعيبه الاخرين واللعيبه اللي بتلعب كتير، مش معناها ان انت كنادي اهلي عندك رفاهيه انك تعمل مباراه وديه كل يومين كل ثلاثه علشان تعمل، لانه انت عارف ان النادي الاهلي نادي كبير، فلازم اجراءات امنيه، حاجات من هذا المنطلق يعني. فما بيبقاش زي انت متخيل ان اللعيب بيبقى ما بيلعبش فممكن ينزل يأدي بنفس صيغه اللعيب اللي بيلعب كتير. هي دي المشكله في التدوير بس. لكن انا معاك في ان في لاعبين ممكن نستخدمهم افضل من كده، ولكن برضو في نفس الوقت انت بتلعب مباريات كلها مصيريه، فمحتاج انك تلعب اللعيبه اللي هم الاساسيين. هي دي المشكله في النادي الاهلي. ولكن انا متفق معاك ان ممكن يحصل تدوير، بس مش بالصيغه اللي الناس فاكراها ان ممكن تغير 7-8 لعيبه. اي فرقه في الدنيا في العالم لما بتغير من خط 1-2-3 لعيبه في المباراه بينزل مستواها لحوالي 50% من المستوى الفني وليس البدني. والحته البدنيه اللي احنا بنتكلم عليها في النادي الاهلي في الفتره دي حته صعبه جدا للغايه. اقول لك، اديك مثال. فضل. يعني انت لما تلعب واحنا مش متعودين على كده، احنا مش في الدوري الانجليزي. اللعيبه اللي في اوروبا اقدر اقول لك ان هم يقدروا يلعبوا مباريات كتير اول يوم ظروفهم، لان المسافات في اوروبا مسافات صغيره، ممكن يروح يلعب بطوله اوروبا ويرجع يلعب مباراه في الدوري، المسافات صغيرة. لكن انت بتتكلم في افريقيا، لما نيجي نسافر جنوب افريقيا نروح نلعب في جنوب افريقيا ونرجع على مصر نلعب بعديها بيومين، انت بتسافر 9 ساعات وتسع ساعات ونص، غير 3 ساعات مطار وثلاث ساعات مطار بعد كده. يعني ظروف صعبه جدا. انت مش في اوروبا المسافات قريبه،
فتقدر الطيران ساعه، اقصى حاجه في اوروبا الطيران ما بين دوله ودوله اقصى حاجه 4 ساعات و3 ساعات. فهي المشكله عندنا انك انت في الفتره دي بيتضغط عليك مباريات كتير قوي. وحاجه تانية مهمه، النادي الاهلي غير اي نادي اخر مع احترام الانديه. بمعنى ايه؟ بمعنى في انديه لما بتيجي تلعب الاهلي بتعمل الفول باور بتاعها وبتعمل مباراه قويه وبتدافع قوي والحته البدنيه عندهم بتبقى قويه جدا والمباريات كلها بتبقى، انت عارف انه النادي الاهلي لما في نادي بيلعبه هتلاقي اللاعبين نفسهم بيعملوا للمباراه دي غير المباريات الاخرى، ففي ضغط بيبقى على النادي الاهلي. ولكن في الاخر اقدر اقول لك انه في النادي الاهلي في قائمه كبيره وكل حاجه، ولكن مش هينفع انك انت تشيل 11 لعيب وتلعب 11 لعيب عشان تريح اللعيبه، وفي فروقات في المستوى في كل انديه العالم، في لعيبه صف اول وفي لعيبه صف ثاني وفي لعيبه صف ثالث. طيب انا كابتن عادل، محتاج انك تلعب اللعيبه اللي عندهم قوه. طيب عايز اسالك النهارده على عوده قفشه لقائمه منتخب مصر، بالنسبه لك عوده مفاجاه ولا عوده متوقعه؟ انا مفاجئني كروش في حاجات كتيره قوي يعني. انا يعني هو ليه وجهه نظره وهو ليه فكره، واكيد بياخد اللعيبه في الفتره اللي محتاج فيها طريقه لعبه. ايوه كابتن عادل، انت قلت نقطه في منتهى الاهميه، انه عشان حضرتك برضو مدرب كبير، احيانا المدرب، وده قلته انا النهارده برضو، ياخد لعيبه انت مش متوقع انها تتاخد، او يستبعد لعيبه انت مش متوقع انها مستبعده، بس هو الراجل عنده حاجات معينه محتاجها من اللاعبين ديت عشان كده ضمهم الادوار. اكيد. صحيح. كلامك مظبوط 100%. واديك مثال، لعيبه المنتخب غير لعيبه الانديه. المدرب في المنتخب في النادي هو اللعيبه اللي بتعمل طريقه اللعب، لانك عندك قماش عندك 25 30 لعيب، فممكن ما يكونش عندك القماش اللي تعمل لك التكتيك اللي انت بتعمله، لكن في المنتخب عندك اللعيبه كتير وعندك تقدر تاخد من كل حته. فانت متخيل قبل ما كروش مثلا، انا بقول لك المثال، انا ما دخلتش في دماغه، لكن انا بقول لك المدرب في الحاله دي بيعمل ايه. اول حاجه هو يلعب السنغال، فالسنغال طريقه لعبها كذا، هتعمل ايه؟ عندها لعيبه من نوعيه اللعيبه كذا، فلازم يقابلهم بلعيبه ليها نوعيه ممكن يكون انت شايف من وجهه نظرك ده لعيب كويس ممكن يروح المنتخب وهو مش محتاجه في الفتره دي، لان التكتيك بتاع المباراتين دول مش محتاجه فيها. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا كابتن عادل، والله صح، بقول لك الله يفتح عليك والله يا كابتن عادل، عشان دي نقطه فنيه مهمه جدا. اتفضل كمل. انا اسف. فهو لما خد قفشه ممكن يكون محتاجه في حاجه تكتيكيه، ممكن يكون عاوز يحتفظ بالكوره في وقت لما يكون كسبان، لما يكون محتاج ان هو يمسك الكره في وسط الملعب، محتاج ان هو مثلا يعمل التحولات بالكره الطوليه، ممكن يكون واخد قفشه على كده. ولكن اللي انا واخده على كروش من وجهه نظري انا، هو مدرب ليه وجهه نظر في لاعبين، عنده استامبه كده زي ما بتقول من قدرات لاعبين، بدليل ان هو دائما محمد شريف مش في دماغه. لازم نعترف بكده. محمد شريف مش في دماغه، ليه طريقه لعب كروش. في مدرب بيحب طريقه لعب لاعب وده اللي بينفذ له، وفي مدرب اخر. وانا من الناس اللي بقول طول الوقت ان المدرب عنده حريه انه يعمل ويستدعي اي لعيب هو عايزه، علشان هو المسؤول وفي الاخر تحاسبه. انا بكلمك على اللي المفروض اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو اللوجيك اللي بيحصل في كرة القدم. ولكن في نقطة مهمة، الواضح جدا ان كروش ما بيستعينش باللي حواليه كتير، بمعنى انه في لعيبة اوروبا ليهم صفات وسمات، اللعيبة المصرية ليها صفات وسمات. الصفات والسمات دي انت ما تقدرش تكتشفها كتير او ما تكتشفهاش بسرعة، فلازم يساعدك فيها مين؟ المساعدين اللي معاك اللي عارفين صفات اللعيبه، لانك ممكن تتخدع. يعني على سبيل المثال، مثلا انا من وجهه نظري في البطوله الافريقيه اللي فاتت، انا كان لازم طارق حامد يبقى موجود. طيب. ليه؟ لانه دي طريقه بطوله افريقيا، محتاج لعيب قوي زي حمدي فتحي وزي السوليه وزي ديانج في الاهلي مثلا لما يلعب في وسط. مش بتكلم انه يجي منتخب مصر، لا، بس انا بتكلم على نوعيه اللاعبين. ففي حاجات. طيب انا ممكن اقول لحضرتك معلومه كابتن عادل، ولو تثق فيا صدقني. يعني انا لما سالت على قائمه المنتخب اللي طلعت النهارده،
وانا بقول لك معلومه مؤكده مليار في الميه، وممكن حضرتك طبعا اصدقائك في الجهاز الفني لمنتخب مصر، في لاعبين النهارده اختيروا من الجهاز المعاون لمنتخب مصر مش من كارلوس كيروش، انه النهارده كان في قاعده وكل واحد قال اراءه في لاعبين وكل واحد حط الانبوت بتاعه وحط الفكره بتاعته وتم اختيار قائمه المنتخب، في اسماء بعينها في اعضاء في الجهاز المعاون هم اللي اختاروها، فبرضه فكره انه كارلوس كيروش ما بيستعينش انا باكد لك انه لا الراجل بيستعين، بس زي ما انت قلت بالظبط هو بيبقى له افكاره وله مواصفات لاعب معينه دي تبقى موجوده في دماغه دائما ما بتتغيرش، زي مثلا عايز 4 3 انا عايز لعيبه 4 3 3 عايز لعيبه في نص الملعب اقوياء جدا حتى لو ما بيطلعوش بالكره بشكل عظيم بس يبقوا اقوياء جدا، ده مثلا يعني. بس انا اقول لك حاجه، اتفضل يا فندم، يعني خلينا نتكلم في كل مدرب وليه شخصيته. المعروف عن كروش ان هو من الناس اللي حواليه، لأن بقول لك انت قلت لي معلومه بس انا بقول لك معلومه عن المدرب ده وسماته وصفاته، من الناس اللي هم يعني هسالك سؤال وتجاوبني. اتفضل يا فندم. لما الجهاز المعاون ما ياخدش محمد شريف هداف الاهلي وهداف افريقيا وهداف مصر مثلا ما ياخدهمش، هل ده اراء المدربين المساعدين؟ لا، اراء راي المدير الفني. فهمت؟ ما بس بقول لك اهو تحديدا في محمد شريف هو راي المدير الفني، واقول لحضرتك المعلومه اللي انا قلتها في الاول، هو لما اختار مروان حمدي على سبيل المثال وما خدش محمد شريف او حتى احمد حسن كوكا، هو مروان حمدي بالنسبه له بيعمل له حاجتين مهمين جدا، الكرات الهوائيه قويه جدا مع مدافعين السنغال والطوار اقويه جدا، ده واحد انه يبقى بديل مصطفى محمد في الظروف دي، تاني حاجه هو عايز المهاجم بتاعه ينزل يضغط لنص الملعب وشايف ان مروان حمدي بيعرف يعمل دي، لكن محمد شريف كهداف وكمهارات وكتمريرات وكل شيء هو مهاجم رائع طبعا ما فيش خلاف، عشان كده هرجع للنقطه اللي حضرتك قلتها من شويه ان هي ادوار المدرب بيبقى عايزها ليس عيبا في اللاعب اللي مستبعد. انا موافق بس اسمح لي اختلف فضل. معك لا طبعا الجزئية. طبعا ايه هي انت بتتكلم على مروان حمدي هو واخده علشان القوه واخده علشان الكلام اللي انت قلته ده اوكي ما لعبوش ليه في البطوله اللي فيها قوه اللي هي بطوله افريقيا لعبوا لما احتاجوا في مباراه السنغال اخر دقايق بص انا هقول لك حاجه مهمه اتفضل هي قناعات مدرب بلاعب وليس ادوار اسمع مني انا بكلمك يعني انت جبت لي مثال مروان حمدي اوكي مروان حمدي علشان قوته محمد شريف مختلف عن مروان حمدي محمد شريف من اللاعبين اللي يقدر زي مصطفى محمد مثلا مصطفى محمد قوي محطه محمد شريف خطاف سريع بيتحرك ممكن يجيب انا مش معناه ان انا زعلان ان محمد شريف ما راحش المنتخب لا يعني انا بكلمك على قناعات ولا زعلان ان مروان حمدي موجود في المنتخب وكل الدعم ليه وان شاء الله يكون هو اللي بيسجل هدف يساعدنا بكاس العالم طبعا كمان. انا سعيد واتمنى له ان شاء الله ان يكون وجهه نظر كروش هي اللي تبقى الصح وانا دايما قلتها لك في البدايه دايما مقتنع تماما ان المدرب عنده حريه الراي في الاختيار لان هو اللي بيحط خطه الفرقه صحيح وهو في الاخر اللي هيحاسب يعني صحيح كابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن نجم الاهلي ومنتخب مصر الاسبق انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله